صباح الامل. اليوم باش نطفو الزرابي نتاعنا بطريقه فعاله جدا. معكم شادية من قناه مع شادية. تابعوا الفيديو ثم خلطه سحريه لتنظيف الزرابي ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه مع شادية. صباحكم ورد وفل يا ربي. الدنيا بارده والزرابي نتاعنا لازمهم ينضافوا ولازمهم ريحتهم تكون مزيانه ونظيفين، والدنيا بارده ما نجموش نخرجوهم من برا. كيفاش ننظفوا الزرابي نتاعنا؟ مكونات في كل دار ونخليوهم نضاف وريحتهم مزيانه، ما غير ما نشقاو، ما غير ما نتعبوا، ما غير ما نحطهم في البالكون، ما غير ما نصرفوا فلوس زاده ونهزوهم للغساله. دونك تابعوني بالمرحله بالمرحله. الاولى باش ناخذوا البيكربونات، وهذا جبت لكم الباكو باش يعرفوا له خيات سختو العايشين هوني. هذايا الورا فما البيكربونات وفما هذاك الصوديوم الاخر، صوديوم في لهنا سومتو 2 أورو، راهو سبيو افيكاس من هذا اما مش للاستعمالات الكل. دونك بيكربونات وعند الناس الكل هذايا سومتو جو كخوا 1 أورو. اول حاجه باش نعملو على الزربيه هكا، مثلا قبل ما تهز ولادك للمكتب اعملها قبل ما تعمل قضيه اخرى وتمشي. باش نعملوهم هكا توا الزرابي نتاعنا كله، باش نمشيو نقضيو قضيه اخرى، خليهم على الاقل ساعتين. دونك حتى الزرابي هذو نعملوهم اول توا بعد ما فيو ساعتين تحطوها، مثلا تحبوا حتى من الليل اعملوها، هذه تكون نتيجتها افضل وافضلين. دونك باش ناخذوا الاسبيراتور نتاعنا وباش نكنسوا البيكربونات وهذيك وننظفوا الزربيه بالقدا بالقدا، وبعد نمشيو نتعديو للخلطه العجيبه السحريه اللي تخلي الزربيه نتاعكم نظيفه وريحتها مزيانه. الغسول اللي باش نغسلو بيه الزربيه نتاعنا بالشيح. قلنا الغسول شنو نحتاجو؟ نحتاجو له ماء سخون برشا، ماء سخون، نحتاجو خل. الخل باش يعمل ديزانفيكتون، معناها باش يقينا من الجراثيم. باش نحتاجو غسول، بيسك احنا الغسول ما يلزمش يكون قوي كيما تحبوا تعملوا الغسول نتاع الميعن ولا حاجه، اما انا جو بريفير هو الصابون اللي نغسلوا به يدينا. دونك انا خذيت الصابون هذايا، الصابون هذايا دونك هو خصيصا لليدين وللوجه وللبدن، اما ما فيش برفان، فيه التالك، هذاك علاش اخترت هذايا. دونك تحطوش برشا، جست شامل انا الروا. اوكي، والمكون الاخر دونك هو هذايا، راهو معناها تنجمو تعملوهمش، تنجمو ما تعملوش. انا عملت نتاع التيل فيرد، هذايا ريحته حلوه برشا يعجبني، نجمو تعملو اي زيتي سومسيير يعمل لكم الريحه في الدار. دونك ولهنا دونك هكا يكون ميزمش يكون كيما حنا نقولو فيه برشا كشكوشه. ولهنا الحاجه السحريه اللي يلزمك تاخذ قطعه نتاع قماش، دونك بيضه دي بريفيرونس قديمه، انا هذا باش نرميه خاطر تمسح لي بالمرقه ما عادش يتنحى. ناخذ المقص نتاعنا واش نقص اليد انا استنيو لاخر الفيديو باش تعرفوا شنو قاعده نحكي راهو. وهذه هي تجربتي انا، مريتها في حتى بلاصه ونعمل فيها انا. باش ناخذوا الراكليت التونسيه، اي وحده عندكم اللي ما عندوش حتى يستعمل المصالحه من دي بريفيرونس لي، باش نوريكم ساعه قبل ما نبلها شفتوا كيفاش. لازم تعملها مقبوسة، وهي
وندخلها هكا. دونك هذه المقبوسه. اما قبل انت لازمك تعملها بالماء، دونك دوك راه فهمت شنو نحكي. هذه مانيش باش نبلو الزربيه رانا، دونك تو باش نعصروها بالكدا وباش نمشيو للزرابي نتاعنا ونعديو عليهم بالشريقه هذيا بأي وحده تحبوا تعملوا. وتو بعد نوريكم، شوفوا هذه كيفاش كانت بيضه، او باش نوريكم تو باش نعمل بالتابيلولا ونوريكم قد ايه وسخ باش نحي ليزي. دونك عملنا لهنا، دونك كيفاش باش تعملوا على قوتك، باش تعدي على التابي نتاعك نواصل هكا ونوريكم توا. ما وريتكم من قبيله كيفاش كانت قطعة نتاع القماش اللي خديتها، باش نوريكم توا قداش غبره، خاطر راهي الغبره حتى بالاسبيراتور هاو ما تطلعش يلزم بالماء، والماء احنا باش نستعملوه بالطريقه هذيا. دونك نواصل ونتلاقاو بعد في الزرابي الاخرين. دونك شوفوا شوفوا طول الوسخ مارون، والله العظيم وليت مارون، راهي بيضه. شوفوا شوفوا الوسخ، اذي مزلت لولا توا باش نمشي نغسلها ونعمل البيت الصغار. عملنا تنظيف الزربية نتاعنا كيما تشوفوا، ها هي نظيفة على الاخر، ريحتها تهبلت. نجمو تحلو الشباك ولا بيسكو فما السخان يمشي خليوها هكيكا، هاتك تحلو الشباك راهي في درجة من الزمان معناها تنظاف. هذه شوفوا الزربية حتى البلون نظف بالقدا، ان شاء الله استفدتوا منها، صدقوني فكرة رائعة وباهية ومعناها مجدية. ان شاء الله اكون فتكم، ان شاء الله الوصفات هذوما اللي نقدم فيهم في القناه نتاعي باش يربحوكم الوقت ويربحوكم الصحه، واهم حاجه تكون داركم نظيفه ونقيه ومنظمه. ما تنسيوش الاشتراك في القناه، مازال عندي برشا حاجات اخرين باش ننصحكم بهم ونتقاسمهم معاكم، وان شاء الله تكون كل حلقه فيها فايده ليكم. بسلامه ونتلاقاو على خير.